في خلال فيديو النهارده هنتكلم على اللي عملته عالم مارفل السينمائي في عالم دي سي في مؤتمر الكوميك كون، واللي حرفيا مارفل فشخت عالم دي سي. فخلينا كده مع بعض نعرف اللي دي سي عملته في مؤتمر الكوميك كون ده كان افضل حاجه ولا كان في افضل من ده، وللاسف دي سي عمرها ما هتتطور. ان حرفيا اللي واضح كده ان مارفل مسكت دي سي زنقتها ورا مصنع الكراسي من اللي عملته في المؤتمر ده، وتقريبا كده دي سي هتتفشخ حرفيا السنين اللي جايه من عالم مارفل. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وفعل زر الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد، واهم حاجه ما تنساش تحط لايك على الفيديو. ومن غير ما نطول في الكلام كتير يلا بينا نبدأ. قبل المؤتمر بتاع الكوميك كون قلنا ان ممكن بشكل كبير رئيس دي سي جيمس جان يطلع في المؤتمر ده وممكن يعلن بشكل رسمي عن كذا عمل او مشروع، والمشاريع دي هتكون جديدة داخل الخطة بتاعته، واللي من ضمنها قلت لك المفروض كنا نسمع عن مشروع يخص جاستس ليج انترناشونال وكمان جاستس ليج دارك. وحتى لو حاجة زي دي هي بدري جدا ان يعلن عنها، بس كان على الاقل خالص هيعمل شكل العالم دي سي في المؤتمر ده. ولكن للاسف احنا كفانز دي سي زعلنا بطريقة كبيرة جدا من اللي حصل، لان الواحد لما يجي يشوف مارفل عملت ايه او بتعمل ايه بيزعل والله على اللي بيحصل في دي سي. فعلا مفيش ولا دماغ ولا حتى تخطيط. وانت كمان لما تيجي تتكلم في النقطة دي هيجي جيمس جان يقول لك اصل انا مشغول بتصوير فيلم سوبرمان وكمان مسلسل بيس ميكر الموسم الثاني، واللي هو من الاخر كده مفيش في ام دي سي غير المشروعين دول اللي شغالين عليهم في الوقت الحالي. كمان مفيش غيرك انت كجيمس مسدس يعني يتابع التصوير بتاع الفيلم ده وكمان مسلسل بيس ميكر. فالسؤال هنا بقى فين بقى بيتر زعفران ده اللي الواحد مش بيشوفه حتى في طبق اليوم، ولازمته ايه؟ طب ما هو انت يا عم جيمس جان مشغول بام فيلم سوبرمان، ابعت حد تاني. يعني المفروض بيتر سافران ماسك معاك رئاسة استوديوهات دي سي يروح مكانه ويتابع المؤتمر ده ويعلن عن مشروع يغزي بيه العين حتى قدام عالم مارفل السينمائي، اللي حرفيا عالم مارفل في الوقت الحالي واكل الاخضر واليابس في ام المؤتمر كله. لا وليه بقى ده كله؟ اللي احنا شاطرين فيه في الاخر ان الاخ جيمس مسدس وكمان بيتر زعفران ده يجيبوا لك لوجو قديم ويطوروا فيه شويه ويحطوا لمسه صغيره ويقول لك ايه عملنا بقى شعار جديد، الشعار ده خاص بدي سي، ايه رايكم فيه؟ يا عم والله اللي بيحصل ده لعب عيال، محتاجين رد قوي جدا على الشركات المنافسه. اللي بيحصل ده اللي تقيمه لدي سي حرفيا. المشكله ان تم الاعلان عن الشعار وهو اصلا ما راحش مؤتمر الكوميك كون، ومن الاخر كده صورني وانا بستعرض عضلاتي عشان اعلن عن الشعار الجديد بتاع دي سي. والشعار طبعا هو يمكن يكون حلو بس في افضل منه، لدرجه ان فانز دي سي عملوا شعار والله افضل من الشعار اللي عمله جيمس جان. علشان بعد الشعار ده نشوف الانترو الجديد اللي هو اصلا ما فيهوش اي لمسه ابداع، وقلتها مره وبقولها تاني والله مش هينفع ان اقارن الانترو ده بعالم مارفل السينمائي، لان انا حرفيا لو قارنت الانترو ده بالانترو بتاع عالم مارفل فانا كده بهين عالم مارفل وبقلل منها لما اعمل كده. علشان بقى على الجانب التاني مارفل حرفيا تعلن عن كذا خبر بتفشخ فيهم دي سي حرفيا، ومش دي سي بس، اي شركات تانيه منافسه ليها او حتى كانت موجوده في المؤتمر ده. بس من وجهه نظري اقلهم طبعا دي سي، ان انت لو اتكلمت على ذا بويز فدي ناس على وضعها، ولو اتكلمت كمان عن انفينسيبل برضو ما عندهمش مشكله لانهم اعلنوا عن المشاريع بتاعتهم. لكن بقى انت هنا تيجي للحزينه بتاعتنا دي سي، تلاقي على الله حكايتها خالص، زي ما دخلت زي ما طلعت، مفيش غير عالم مات ريفز بتاع باتمان وكمان مسلسل الانيميشن كريشا كوماندوز، ودول اللي اتكلمت عليهم في الفيديوهين اللي فاتوا، غير كمان في النهايه الاعلان عن الشعار والانترو. ويلا بقى احنا كده كسرنا الدنيا السنه دي كدي سي. يعني من الاخر كده لولا اصلا عالم مات ريفز اللي كان الاخ جيمس مسدس عاوز يضمه للعالم السينمائي الجديد، ما كانش هيكون في شكل اصلا لدي سي من الاساس في المؤتمر ده. فتيجي بقى على الجانب التاني تشوف مارفل عامله ايه والتخطيط بتاعها الصح، تقول على دي سي واللي ماسكنها والله ناس عبيطه. اخي ده مارفل حرفين واكله السنه دي بالكامل، ولسه يعني لسه فيلم ديد بول اند وولفرين في السينمات ومحقق ارقام رهيبه جدا. يعني يا مارفل بقى سيبي حاجه لغيرك؟ لا ازاي والله ابدا، ده انا هفشخكوا في اي مكان عشان تروح المؤتمر ده تعلن عن بقيه المشاريع، وتفشخ حرفين المؤتمر بالكامل لما تعلن عن عوده روبرت داوني. وايا كان بقى انت حابب حاجه زي دي او معترض على الممثل ان يعمل الدور ده وان كان في غيره افضل، ولكن في كلا الاحوال هو حدث ضخم فوق مما تتخيل وقلب الدنيا كلها 180 درجه. الحاجه زي دي هي بس ما قلبتش المؤتمر، لا قلبت الدنيا بالكامل، لدرجة كل ما افتح اي حاجة من السوشيال ميديا بلاقي قدامي روبرت داوني بالزي بتاع دكتور دوم، وفي اي مكان بشوفه قدامي، لدرجة ان انا ممكن افتح الدولاب عندي الاقيه ظاهر لي في الدولاب عادي. وحاجة زي دي تثبت لك مدى الشطارة بتاعت عالم مارفل السينمائي.
وشوف بقى خبر واحد زي ده عمل ايه، او مارفل قدرت تعمل بيه ايه. ما تقولوش يعني جيمس جان كان هيعمل ايه في المؤتمر ده، لا جيمس جان كان هيعمل كتير. كان بامكان جيمس جان كده ان هو يجيب الممثل ديفيد كون سويت ممثل شخصيه سوبرمان، وكمان معاه على الاقل خالص يعني الممثله ريشا بروسنان الممثله بتعمل معانا شخصيه لويس لين، ويقعدوا في المؤتمر ويتكلموا شويه عن كواليس فيلم سوبرمان بدون حرق عادي جدا. بس على الاقل خالص هنا كان هيكون ثابت وجوده، اللي هو يا جماعه انا موجود يا جدعان، وصدقوني احنا هنقدم مشاريع ممتازه الفتره اللي جايه في دي سي. ولكن عدم ظهوره خالص كده بيوصل ان بيدي شركه مارفل المؤتمر بالكامل على طبق من ذهب. من فين التسويق لشركه دي سي؟ مفيش اي حاجه حرفيا عدل حصلت لدي سي. يغيظ بقى في الموضوع حاطين ليه كام تيشرت كده لشخصيه سوبرمان، حلو اول حد كده، يلا كفايه عليكم بقى، احنا كدي سي بصراحه عملنا اللي علينا وزياده. ولكن بقى تيجي على الجانب التاني وتشوف التسويق بتاع عالم مارفل السينمائي، وبالتحديد كده التسويق لفيلم الفانتاستيك فور. ايه يا جدعان الفخامه دي؟ فعلا شركه تستاهل النجاح، ما تقولش بقى اصل الامكانيات والكلام ده، لا لا لا، الناس دي لو عايزين فعلا يعملوا كده والله لا يعملوا كده، بس فين اللي بياخد القرار في النهايه؟ على الرغم ان يمكن احنا لسه بنبتدي عالم سينمائي جديد، لكن خليني اقول لك برضو ان دي سي رجعت للخلف بطريقه مرعبه، ولسه قدامها كتير جدا جدا لحد ما تحاول توصل للبدايه بتاعت عالم مارفل السينمائي، لدرجه ان بعد اللي شفته ده يخليني اقول في النهايه كلام ما كنتش حابب ان اقوله، وهو ان لو العالم القديم بتاع دي سي كمل زي ما هو بالعبط اللي كان بيتقدم معانا فيه، كنا حاليا شفنا دي سي بتتقدم معانا في مؤتمر زي ده افضل بكتير من العته اللي يتقدم معانا مؤخرا. بعيد تماما عن العالم السينمائي القديم، بس خليني اقول لك كده ان فانز دي سي بتفهم جدا وافضل من الاداره بتاعت ورنر بروس، وده ليه بقى؟ لان من بدري جدا فانز دي سي بيطالبوا ورنر بروس انهم يعرضوا النسخه الاصليه من فيلم سوسايد سكواد للمخرج ديفيد اير السنه دي، وكانوا كمان ممكن يعملوا مثلا فيلم باتمان بين افليك ان شاء الله حتى يقدموه لو مسلسل، غير كمان انهم يقدموا الجاستس ليج الجزء الثاني، وده كمان لو مسلسل انيميشن. ودي بقى كانت هتكون فرصة كبيرة انك تعرض حاجات مهمة زي دي في سنة ضعيفة زي سنة 2024 لدي سي، كان هيكون عندك فرصة كبيرة انك تملى السنة دي بأعمال كتيرة على عكس الهبل اللي احنا فيه دلوقتي. فالكارثة الكبيرة بقى على الرغم من ان السنة دي ضعيفة، الا ان السنة اللي جاية هتكون اضعف، وده عشان خاطر الاخ جيمس جان مشغل دماغه ان مفيش اي حاجة تتعرض في سنة 2025 غير فيلم سوبرمان فقط. وانت هنا لو جيت تقول على سنة 2024 ضعيفة، فخلينا اقول لك كده هيكون عندك على الاقل خالص مسلسل ذا بينجوين، وكمان فيلم الجوكر الجزء الثاني، وكمان نهايته مسلسل الانيميشن كريشا كوماندوس. ولكن لحد دلوقتي كده على الوضع الحالي وتشغيل دماغ جيمس جان، مفيش اي حاجة تتعرض السنه اللي جايه غير فيلم سوبرمان فقط، مش عارف ازاي بصراحه، بس ماشي. واللي هو يعني في حد عاقل يعمل حاجه زي دي؟ ده حرفيا دي سي هتتفشخ السنه اللي جايه من اعمال عالم مارفل السينمائي، لانك انت بتتكلم هنا على ان هيكون عندك كابتن امريكا 4 والساندر بولتس، وكمان سيبك من دول، خد الكبيره، هيكون عندك فيلم الفانتاستيك 4 اللي هيكون فيه دكتور دوم من بطوله روبرت داوني، يعني حرفيا كده مارفل هتهين دي سي من كل الاتجاهات، اللي هو خلاص بقى اقفل الباب بتاع دي سي لحد هنا وروح ما تكملش احسن، فتحس كده ان جيمس جان وبيتر سافران عايشين في ميه البطيخ، واللي هو يا عم كبر دماغك، ما ايه يعني اللي يحصل يحصل، وده بقى اللي يرجعنا لايام بدايه العالم السينمائي القديم بتاع دي سي، واللي زي ما قلت لك حتى لو العالم ده كان زي النيله حرفيا وكان غلط من البدايه، بس كان افضل بكتير من الموقف السيء اللي حصل مع دي سي في الوقت الحالي، لا كمان لو كان العالم ده كمل دلوقتي ايا كان بقى بالمخرج زاك سنايدر او من غيره، كنا نقدر نقول اننا فعلا بنقرب من عالم مارفل السينمائي. واللي بيحصل حاليا كده بعد اللي بنشوفه في مؤتمر الكوميك كون، بنشوف ان معظم فانز دي سي في الوقت الحالي بداوا ينشروا بشكل كبير جدا مؤتمر الكوميك كون بتاع 2014، ده اللي كان وقتها كده كنا بنشوف الاعلان بتاع فيلم باتمان ضد سوبرمان. طبعا بيحصل انفجار في المؤتمر حرفيا من كل الاتجاهات، واللي هسيبك كده للحظات تسمع ايه اللي كان بيحصل بالظبط. طيب كل السنين دي من المؤتمر بتاع الكوميك كون احنا كدي سي رحنا فين؟ لحد امتى دي سي هتفضل كده مفيش اي تقدم خالص بيحصل فيها؟ وحتى ومع جيمس جان والعالم السينمائي الجديد مفيش اي اهتمام لنقطه زي دي في المؤتمر ده، علشان حاليا حاجه زي دي توصل لحملات للسنايدر فيرس المره الثانيه انها ترجع، كل عن طريقها كده فانز السنايدر فيرس بيقولوا ان برده الحل في الاول وفي الاخير هيكون مع المخرج زاك سنايدر، ومن الاخر كده عاوز يحصل انفجار في مؤتمر الكوميك كون يكون لينا الشكل كدي سي، يبقى نرجع زاك سنايدر ويكمل
تعمل الرؤيه بتاعته، وايا كان بقى كلها مجرد مطالبات مش اكتر. لكن حاجه زي دي في كل الاحوال بقت صعبه جدا انها تحصل في الوقت الحالي، لدرجه ان معظم فانز دي سي بداوا يعملوا صور فان ميد للمخرج زاك سنايدر وهو موجود في المؤتمر بتاع الكوميك كون وبيعلن بشكل رسمي عن الجاستس ليج 2، واللي هما من الاخر بيقارنوا حدث زي ده بالحدث بتاع عالم مارفل السينمائي. وان بالفعل لو حاجه زي دي كانت حصلت في مؤتمر كوميك كون السنه دي كان هيكون في شكل كبير جدا لدي سي في المؤتمر ده. للاسف بعد اللي حصل في المؤتمر ده فعلا الواحد بيزعل بشكل كبير جدا على اللي بيحصل في دي سي، وخلاص بقى ايا كان اللي حصل هنعتبره عدى وخلاص. ولكن المشكله الاكبر في اللي جاي، جيمس جان لو مش حاطط خطه كبيره للسنه اللي جايه وانه يرجع في كلامه على انه يعرض فيلم سوبرمان فقط، صدقوني كده دي سي مش هتظهر نهائيا السنه اللي جايه. والكلام ده بقى هنا ينطبق لو فيلم سوبرمان فعلا هيكون فيلم ممتاز وهيحقق ايرادات كبيره، او في النهايه مش هيكون فيلم افضل حاجه. بس في كده الاحوال الفيلم ده لو اتعرض لوحده من دي سي مش هيظهر نهائيا. كذلك الامر برضو الكلام ده ينطبق على سنة 2026 اللي لحد دلوقتي كده تم الاعلان بشكل رسمي على ان هيتم عرض فيلم ذا باتمان البارت الثاني اللي طبعا هيكون تابع للإلس وورلدز، وعلى الجانب الثاني معاه فيلم السوبر جيرل وومان اوف تومورو. طيب وبعدين هل الفيلمين دول هيقفوا قدام جبروت عالم مارفل السينمائي؟ وده طبعا اللي المفروض يعني في السنة دي هيتم عرض فيلم افنجرز دومز داي. ولو من الاخر كده مارفل بتقول دي سي اللي هيجيلي على السكه هفشخه. وما تنساش بقى كمان قصاد الكلام الجميل ده كله ان كمان هيتعرض معانا ذا بويز او هيرجع تاني في نفس السنه بتاعت 2026، يعني حرفيا كده مفيش اي سنه هتكون اعمالها هاديه من الشركات المنافسه لحد ما دي سي تقف على رجليها للاسف. بل دلوقتي هي قصده انها تفشخ بالفعل عالم دي سي من قبل ما تبتدي، لان اللي انا برضه عاوز اوضحه هنا بالرغم ان دي سي اصلا مش موجوده في الوقت الحالي في الوجود، الا ان على الجانب التاني مارفل بتعمل لها الف حساب وعارفه كويس جدا لو دي سي وقفت على رجليها هتحط عليها حطه وحشه جدا. علشان كده في الوقت الحالي ما اعتقدش نهائيا ان مارفل هتسمح لدي سي ان هي تاخد نفسها او تقدر حتى تقف على رجليها، لان زي ما انت شايف كده مارفل كل شويه عماله تقدم نجم كبير جدا هيقوم بشخصيه في العالم بتاع مارفل السينمائي، واللي اخرهم طبعا كان الممثل هنري كافيل اللي كان موجود معانا في عالم دي سي بيلعب شخصيه سوبرمان الاستثنائيه. فالموضوع طبعا سهل على عالم مارفل السينمائي ان هي في اي وقت ممكن تاخد من عندك اي ممثل. والكلام ده برضه ينطبق على المخرجين مش الممثلين فقط، يعني قريب جدا ممكن نسمع كده ان المخرج زاك سنايدر هيروح فعلا لعالم مارفل السينمائي ويخرج افلام هناك، لان كده كده في اعمال تقيله جدا جايه في عالم مارفل السينمائي. ما استبعدش بصراحه كده ان هم ممكن يمسكوا المخرج زاك سنايدر اي مشروع من المشاريع دي، ولو حاجه زي دي حصلت تثبت لك كده فعلا ان مارفل مسيطره في الوقت الحالي. وما تنساش كمان ان قريب جدا المفروض عالم مارفل السينمائي هيعلن عن الجزء الرابع من الجارديانز، اللي المفروض السلسله دي تابعه في الاساس لجيمس جون رئيس استوديوهات دي سي. ايوه بالظبط كده، نفس التفكير اللي جه في دماغك ممكن فعلا انه يحصل، وهو ان عالم مارفل او استوديوهات مارفل تطلب فعلا من رئيس استوديوهات دي سي جيمس جان ان هو يرجع مارفل مره ثانيه علشان خاطر يخرج الجزء الرابع، وده كله علشان خاطر في النهايه تقدر توصل بالفعل ان هي تهدم عالم دي سي السينمائي الجديد من قبل ما يبتدي. فبالرغم من ده كله الا اني على امل ان اللي جاي يكون افضل من دي سي، وجيمس جان يحط خطه فعلا قويه جدا علشان خاطر يقدر يقف قدام المطحنه اللي هتحصل من عالم مارفل الفتره اللي جايه. ولكن بصراحه في الفتره الاخيره كده الواحد فعلا حزين على اللي شافه في مؤتمر الكون، وبعد اللي عملته مارفل تعرفك كده فعلا ان مفيش حاجه اسمها دي سي اصلا في الوقت الحالي. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشترك وبيس.